معلومة واحدة ممكن تخلي العلاقة تاعتك روعة أو تدمر العلاقة تاعتك إذا ما بتفهمها. لذلك تابعني بهذا الفيديو عشان أحكي لك عن هاي المعلومة وأفرجيك كيف تطبقها. أهلا فيك من أي مكان بالعالم عم بتتابعنا. أنا اسمي إيهاب للشخص اللي ما بيعرفني، وبرحب فيك من كل قلبي. ببعث لك حب، ببعث لك بركات، ببعث لك سلام وكل الأشياء الحلوة، كل الخير في الحياة بتمناه لك ولعيلتك وللناس اللي بتحبهم. اليوم بدي أحكي لك عن شيء جدا 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 مهم، إذا بتفهمه ممكن يعمل ثورة، ثورة حقيقية في العلاقة تاعتك. وهذا الشيء أنا بسميه مفهوم الميزان. مفهوم الميزان، شو معنى الميزان؟ معنى الميزان انك انت في العلاقة العاطفية، انت والشخص اللي معاك، انت والشريك اللي معاك، مفروض تعملوا كميزان. سواء هذا الاشي عملتوه بوعي او من غير وعي، رح تشوف انه العلاقة تاعتك بتعمل كميزان. اذا ما كنت واعي هاي المعلومة، رح تضلك تحكم على الشخص الثاني، ورح تضلك تحاول تغيره، ورح تضلك تدخل في صراعات معاه. إذا فهمتها رح تعمل نقلة رهيبة بالعلاقة تاعتك لتناغم وتوازن وحب أكبر وأكبر وأكبر. يعني خليني أعطيك مثال من حياتي الشخصية، من زواجي من حبيبة قلبي مديحة. واحدة من الأشياء اللي بلشنا نلاحظها من بداية العلاقة، أنا وياها بنكون بقطبين مختلفين بالعلاقات، ولكن لما تعلمنا نوازن هذا الإشي غير علاقتنا للأبد. يعني واحدة من الصفات اللي أنا عندي إياها إني أنا عندي شجاعة كبيرة، بحب أخذ ريسكس، بحب أخذ مجازفات، عندي إقدام كبير كبير. هذا نوع الشخصية اللي عندي إياها وبنيته مع السنين. مديحة بالجانب الآخر عندها العكس، عندها تحفظ أكثر، عندها إنها تحاول ترتب الأمور اللي موجودة قبل ما نطلع للمرحلة اللي بعديها. هلأ لو إحنا بالعلاقة والتنين مش فاهمين مبدأ الميزان، رح يصير كالتالي. رح يصير أحكم عليها، أنت بطيئة، أنت بتبطئينا، أنت كتير حريصة، أنت ما عم بتخلينا نتطور في العمل، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، وليه ما تصير زيي، ليه ما تصير زيي. وحتى لو ما حكيت هذا الإشي بالكلام، رح يكون هذا الإشي بالعقل اللاواعي شغال وعم بيعمل صراع في العلاقة. هي في المقابل رح تكون برضه تحكم علي، انت سريع وانت ما بتخلينا نرتاح، وانت مش عارف شو، وانت بس بتدور على اللي بعده وعلى اللي بعده وعلى اللي بعده والمشروع اللي بعده والتطور اللي بعده، خلينا نرتاح، خلينا نستمتع في حياتنا. فنفس الشيء اذا هي مش واعية على هذا الميزان، رح يصير في احكام بيناتنا. وهذا الشيء مرات بتصير الاحكام بيناتنا، ولكن بالصورة الكبيرة واعيين على مبدأ الميزان. هلا كيف هذا الشيء بتطبق في هذا المثال؟ لما وعينا انه احنا التنين ميزان لنفس الصفة، بطلنا نشوف انه احنا مختلفين، وصرنا نشوف انه احنا عم نوازن صفة واحدة. يعني انا عم بشد باتجاه سرعة التطور والشجاعة وان نعمل المشروع اللي بعده، وهي عم بتشد باتجاه انه نكون حريصين وناخذ الامور حبة حبة وشوي شوي ونرتب الاوراق. لما هذا الاشي صار في توازن، لأنه لو كان الموضوع بس علي إنه بدور على اللي بعده وعلى نقطة التطور اللي بعدها، رح نعمل مشروع جديد ولكن ما رح نرتب الأمور تاعته، نفتح مشروع جديد وما رح نرتب الأمور تاعته، وبتصير الحياة فوضى. وهذا اللي كان يصير في حياتي. ولكن لو برضو مشينا بس على الطاقة تاعت زوجتي، على الأغلب ما رح نتقدم، رح نضل نعمل الأشياء اللي إحنا مستريحين أو متعودين عليها في دائرة الراحة. فاللي شفناه إنه إحنا التنين عم نوازن بعض، فصرت أستمتع إنه هي بتشد لهذا الاتجاه، وهي صارت تستمتع إني أنا بشد هذا الاتجاه، عشان نخلق سوياً هذا التوازن. فإحنا منتطور، مننجز، منمشي باتجاه الإقدام، وبنفس الوقت منمشي بصبر ومنرتب أمورنا بصبر. هذا كله صار لأنه قدرنا نوازن خصلة واحدة، أو بالأصح بطلنا نحكم على بعض بهاي الخصلة، وشفنا أنه إحنا التنين تلقائياً منوازن بعض. هذا الموضوع على بساطته أنا بوعدك رح يساوي ثورة، لأنه أغلب المشاكل اللي بتصير من العلاقات هي بأحكام على صفات عنده إياها الشريك، هي مفروض بالعلاقة توازن الموضوع. ومش بس هيك، اللي راح تشوفه بالعلاقة إنك كل ما أنت تروح باتجاه قطب معين، الشخص الثاني راح يشد باتجاه القطب الثاني عشان يخلق التوازن حتى من غير وعي. يعني لو أنت بتصرف زيادة، راح تشوف الشخص الثاني يمكن يبلش يحرص على الأموال أكثر. إذا أنت مش واعي، راح تبلش تحكم عليه إنه بخيل 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 بخيل، أو هذاك راح يصير يقول لك، يحكي عنك مستهتر بالمال مستهتر بالمال مستهتر بالمال. ولكن لما أنتوا التنين تشوفوا إنكم عم بتوازنوا وعم تضبطوا معادلة مع بعض، راح
يتغير الموضوع وراح يصير في امتنان أكبر لبعض. هلا واحنا من الأشياء الحلوة اللي شفناها بموضوع الميزان إنه كل شخص طبيعياً بميل باتجاه قطب أكثر من القطب الثاني، فمش الفكرة إنك تغير الأقطاب وتقلبهم، الفكرة تخلي الشخص يشد بهذا الاتجاه والشخص الثاني يشد بهذا الاتجاه، ولكن 20% تقرب هون و 20% تقرب هون. يعني بالمثال تاعنا، لأني أنا بسرع ومقدام وباخذ ريسكس كثير، بلشت أتعلم 20% إني أبطئ، 20% اني انظم الامور اللي عندي اياها واسكر الفايلات الموجوده قبل ما اطلع. ومديحه صارت 20% تكون عندها شجاعه اكثر ان تجرب ريسكس هي مش مخططه لها او مش حاسبه لها كثير او مش عارفه بالضبط النتائج تاعتها. فمش الفكره اني خليتها زيي ولا انا صرت زيها، ولكن كل واحد قرب للثاني 20% وهيك صارت المعادله مضبوطه. هذا الاشي بنعمله بكل صفات حياتنا، دائما بنطلع على الصفات اللي مبينة على السطح انها متناقضة، ولكن لما نشوف انه احنا عم نكمل وعم نوازن بعض بصير في اناقة، بصير في تدفق، والطاقة تاعتنا بصير فيها تكامل، زي كأنه بنصير فريق واحد بدل ما عم نتصارع، احنا فريق واحد عم نبني وعم نخلق واقع، عم نبني جنة على الارض مع بعض. هذا الاشي بتقدر تعمله انت بالعلاقة بس عن طريق انك تراقب هذا الموضوع، تنتبه هذا الموضوع وتبلش تتواصل عن هذا الموضوع حتى تلاقوا التوازن تاكو. ولكن الشيء اللي رح يقتل التوازن هو الاحكام، لما تضلك تحكم على الشخص الثاني واشياء معينه او صفات معينه بيعملوها تبلش تحط عليها احكام كبيره واسامي كبيره، بخيل، كذاب، ما بتحرك، متجمد، موقفنا، تبلش تحط عليها أسامي بتخلي العلاقة تدخل في مرحلة السمية. لذلك ضروري تضلك تنتبه هاي الصفات وتوازنها. فرسالتي لك بالنهاية، العلاقة لما تبلش توازنها وتضبطها بالطريقة اللي حكيت لك إياها رح يصير فيها تناغم رهيب وقدرة إنكم تبنوا إشي حلو مع بعض. هلا اذا انت حبيت هذا الفيديو وبتحب هاي المواد رح اطلب منك تشوف المواد الثانيه اللي عنا اياها برساله تكون انت، الفيديوهات الثانيه اللي بتحكي عن كل المواضيع المختلفه. واذا انت شخص بدك تتعمق في رحله التشافي وبدك تحل امور عندك اياها من العمق، من الكور، من 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 الجذر العاطفي تاعها، رح اطلب منك تشوف التاملات اللي عنا اياها، التاملات الشفائيه اللي عنا اياها اللي بتساعدك في مرحله التشافي. رح تشوف في تاملات عن كل المواضيع حتى تسمعها وتساعدك في عمليات تشافي من العمق، من الجذر تاعها، بطريقة مدهشة ما رح تتخيلها. وشكرا لك.